السلام عليكم ورحمة الله. كتاب باراجراف عن سكول يونيفورم الزي المدرسي. هبدأ أسيب مسافة بسيطة واكتب المقدمة بتاعتنا البسيطة. I want to write about school uniform. أنا أريد أن أتكلم عن الزي المدرسي. I am happy to write about it. أنا سعيد بالحديث عن زي. In my school, في المدرسة بتاعتي, we have to أو must, تنفع الاثنين. We have to أفضل طبعا. We have to يجب أن. We have to wear school uniform أو special uniform اللي هو زي موحد خاص uniform. بس دي أفضل أو دي أبسط. إحنا يجب إن إحنا نلبس زي مدرسي موحد. We أو everyone, طبعا نخلي دي E capital عشان جاي بعد النقطة. Everyone wears عشان نرى بسيط a short sleeved اللي هو الكم, a short sleeved white shirt. We wear white socks and black leather shoes. نقول الكلام ده يعني ايه؟ كل واحد في مدرستنا بيرتدي اللي هو قميص ابيض نص كم. We wear white socks, بنلبس شراب ابيض, and black leather shoes, وحذاء اسود جلدي من الجلد, مصنوع من الجلد. تمام كده, ده كله للبنات والولاد. بعد كده نقول بقى الولاد لوحدهم بيلبسوا ايه. The boys, الاولاد, wear بيلبسوا تراوزرز اللي هي البنطلونات. زي اور دارك بلو, هي لونها ازرق غامض, ازرق غامق, ازرق داكن يعني. ويز لايت بلو سترايبس, مع خطوط لونها ازرق فاتح يعني كده. دي بالنسبه للولاد. ذا جيرلز, البنات, وير, بيرتدوا ادارك بلو سكيرتس أو سكرتس. البنات بقى بتلبس ايه؟ جيبة لونها زرقاء, لون ازرق غامق او داكن. تمام كده, كده خلاص ان شاء الله. ممكن تزود بعض الجمل التانية او تكتب بطريقة تانية ان شاء الله, هي بس الفكرة اللي بكتبها. شكرا, السلام عليكم.